Bueno, así digo. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتطرق إلى تفاصيل متعلقة بجهاز الأدرار. منين يتكون بصورة عامة؟ طبعا هذا الرسم مطالبين به. اليورينري سيستم كومبوزد اوف كيدني يوريتري يورينري بلادر اند يورترا، يعني الكليتين، الحالب، المثانة، والإحليل. هاي مكونات اليورينري سيستم. Function of formation of urine، يعني الوظيفة هنا ده يقصد الوظيفة العامة لجهاز الإدرار، تكوين الإدرار، تنظيم مستوى الدم أو ضغط الدم والسوائل في الجسم، موازنة الحامض والقاعدة، وتكوين وتحرير بعض الكميات المعينة من الهرمونات. يعني عندك هاي الوظيفة مال اليورينري سيستم بصورة عامة. زين، انا حسأل سؤال، شنو اللي هو اللي يخرج من ويا الادرار؟ شنو اللي يخرج ويا الادرار؟ هل اليوريا هي من اسم تسمية انه اليورينري سيستم لو ما له علاقة؟ ده اشوف هذول الابطال بيجاوبون. راح اوضح لكم شنو اللي يخرج ويا الادرار. كل شيء زائد عن حاجة الجسم، املاح، سكر، بروتين، معادن، مواد ضارة اخرى، فلترة الكليتين للمواد اللي تدخل للجسم. تشوف القائمة تطول، وعلى رأس القائمة اليوريا. اليوريا مركب سام، إذا بقى في الجسم راح يؤدي إلى الوفاة، يسوي شوك، يوقف الجهاز الدوران والجهاز الإدرار، يصير احتباس عند هاي الأشياء وراح يسمم الجسم. لذلك جهاز الدوران جهاز مهم. واضح؟ خاف يجيكم سؤال. انا دائما بطبعي مانطي، احنا نسميه سبون فيدنج، يعني بس القن الطالب شيء معروف وثابت لا نعطي المعلومه والدائر مدايرها حتى يعرف ايش دا يصير. يعني مثلا اذا جاك سؤال وضح بشكل مقطع عرضي لليورينري تراكت او اليورينري سيستم، او اقول لك منشن ذا كومبوزيشن اوف يورينري تراكت سيستم او يورينري سيستم، كل هاي الاشياء المذكوره امامك بالشاشه هاي، كيدني يورتر بلادر ار يورترا. واضح؟ زين، الكلى المفروض انتم تشرحوا اللي ماخذينها. الكلى، الكدني، هسه احنا نجي نقارن من هاي الاشياء كلها اللي هنا، راح ناخذ الحجم والشكل. الشكل مالتها كيف يكون؟ بين شيبد اورجانيزم، تشبه حبة الفاصوليا. هنا تشبه حبة الفاصوليا، شايفيها اكيد. الحجم مالتها بحجم قبضة اليد، size of your fist، fist قبضة اليد، وتكون مقعرة ومحدبة من الجوانب، يعني جهة تكون محدبة، الجهة الخارجية والداخلية تكون مقعرة، convex and concave، concave محدب وconvex مقعر. والمادة اللي هي بالوسط يسموها الهيليوم، اللي هي هنا تكون. هسه هذا تركيبها، دا اتكلم عن الحجم والشكل والتركيب. شنو الموجود بها؟ بها شرايين تدخل الها وأوردة خارجة من عندها، هاي مهمة تعرفوها. شنو اللي يدخل للكلى وشنو اللي يخرج منها؟ اللي يخرج منها وريد، واللي يدخل الها
الوريد اللي يخرج من عنده. كل كلية مقسمة إلى قسمين أساسيين اللي هو الكورتكس يعني القشرة والميدلة اللب. تذكرون محاضرة الجهاز اللمفاوي؟ أما قصتكم إياها بها اللب الأبيض واللب الأحمر. نعم، هو هذا نفس هسه الكلام ده ينعاد هنا يعني مكرر، لكن أنا اللي أريده من عندكم شوف هنا الكدني وظيفتها شنو، عرفنا تركيبها وشكلها وحجمها. هنا وظيفتها شنو؟ remove urea from the blood. إذن هي تقوم بإزالة اليوريا من، وتشارك بإزالة اليوريا من الدم خلال وحدات فلترة دقيقة. شنو اسمها هاي الوحدات الفلترة الدقيقة؟ النفرونات أو النفرون، هي أصغر وحدة مكون للخلية، هي هاي تقوم تخرج اليوريا والأشياء الأخرى. والنفرون يتكون من مكونات أخرى: رينال كوربلاسكول بروكسيمال كونفينيتد تيوبيول، يعني قنوات صغيرة بها سميكة وبها نحيفة وبها لوب يعني مثل الانعطاف أو الشيء مثل اللوب يعني دائرة نسموه هينيلز لوبس. يمكن أنا أقول لك يا أبو شنو مكونات النفران أو شنو وظيفته، أنت هسه الوظيفة عرفتها زين، مكوناتها شنو؟ هاي الأشياء الأربعة عبارة عن قنوات صغيرة وكبيرة ولوب يعني انعطاف به، قنوات مؤدية إلى تكوين قنوات تيوب داكس كولكشن تيوبيولز، يعني أنابيب صغيرة للتجميع الأشياء حتى تطرحها. شو بدي أقول لك؟ النفرون هو الوحدة الوظيفية في الكلى، صح لو خطأ؟ إذا أجيب لك إياها بالامتحان جابوا صح لو خطأ؟ طبعا صح. النفرونز مو غيرت على شدت لك حرف واحد عبالك غير كلمة، هاي جمع نفرونات، هاي النفرون الواحد يعني هو الوحدة الوظيفية للكلى. يعني قلنا هنا remove urea from blood through النفرون حتى يكون واضح عندك. وهنا اتفقنا عند مجموعة من الأنابيب الشعرية الصغيرة اللي هنا قلنا عليها thin اللي نقدر نقول عليها capillary محاطة بجدار. شوف هنا أنا راح يجي من ضمن المكونات مالته شنو النوع النسيج الموجود به، هذا اللي قلت لكم الهوم وورك مالتكم. شنو نوع النسيج الموجود به؟ surrounded by double walled epithelial، كبسولة على شكل غشاء طلائي epithelial ودبل مو وحدة. شو يسموها؟ سامعين بها كلكم سامعين بها محفظة بومان أو أجلومر يولار بومانز كابسول، ماشي محفظة بومان. هنا أنا معلومة عامة للاطلاع هاي، هنا أنا قلت لك ركز على الوظيفة والموقع والشكل والنسيج. هنا يقول لك يتفق الدم إلى الكلية الشخص البالغ بكمية 1 إلى 2 أو 1 إلى 3 لتر من الدم بالدقيقة. ليش؟ أكو أحد طالب عنده معلومة ليش يتدفق الدم إلى الكلى بهذه الكمية؟ إحنا مو قلنا يدخل لها شريان ويخرج وريد؟ إذن شنو الغرض من أنه موجود الشريان والوريد؟ غير أكو فد وظيفة ليش دا يتغذى الدم لهذا العضو ضمن هذا الجهاز بهاي الكمية المرعبة من 1 لتر بالدقيقة؟ انتبه انت اليوم مش كم ساعة باليوم؟ 24 ساعة، اضرب الرقم هذا 1.3 في 24 ساعة، شوف مش كم قالون يطلع عندك دم يطب للكلى. شنو الغرض او ما هو الغرض حتى يوصل الدم لهذا العضو؟ زين حتى يتخلص، حتى يتخلص لأن يعني وظيفتها دقيقة حرق الجزيء، جزيء الشواب، تصفية الدم. أحسنت، من كتب تصفية الدم؟ أيمن. أحسنت، ومن بعد؟ وأمير. إحنا مو قبل شوية هنا فوض بالوظائف مع الجهاز اليورينري سيستم بصورة عامة قلنا شنو؟
regulation blood pressure, fluid blood. يعني هو السائل بالجسم شنو هو الدم؟ وبالانس اسيد بيس، ويفصل عليه من على الدم. والهرمونات من تتحرر الداخلية وين؟ كله بالدم، كل الشغل على الدم. إذن هو الدرجة الأساسي يعمل على الدم حتى يقدر يقوم بوظيفته اللي هي الموازنة وطرح اليوريا والشوائب، لكن الدرجة الأساس هو تعامله مع الدم. أحسنتم، مو تمتص وإنما تجمعها في مكان معين. إحنا ما نقدر نقول تمتص، فلترة نقدر نقول كفلترة، يعني فتشي يخلصك من شوائب، يخلصك من أشياء ضارة بجسمك، أشياء سامة لجسمك، أشياء زايدة لجسمك، من يخلص هاي الكل. وبها النفرونات اللي هي الوحدة الوظيفية. هسه واضح؟ أوكي، هنا يقول لك يعني كل معناها كل جاي مفسر كل السيركيليشن بلود، كل الدم الجهاز الدوران. هنا جهاز الدوران اتصل باليورينري سيستم، باس ثرو ذا كدني افري 5 مينتس، كل خمس دقائق. وبعدين فروم ذا كدني يورينري ترافل داون، يعني يروح جوا للحالب، عفوا اي نعم للحالب، وبعدين للمثانه ويخرج خارج الجسم. طبعا هنا اعطيكم فد كيس، كيس يعني حاله طبيه تصير بالمستشفيات. احنا مو بس نشرح ونطلع قبل، اوكي المطلوب منك بالمحاضره انت عرفت هسه، مطلوب من عندك التركيب والوظيفه والموقع، هاي انتهينا منها واضحه. لكن انا من اجيك باكر عقبه انت توقف في المستشفى وقدامك حاله كيس وتظل صافي من فاتح اذانك مثل وكل شيء ما تعرف، هاي شويه يعني احنا صعبه للطالب. شنو الكيس اللي معيك ممكن من انت تاخذ اليورينري سيستم؟ طبعا هو بسيط هسه، الاشياء اللي جوا ايضا ابسط وشيء ابسط من شيء، لكن انا اللي اريدك تعرفه مثلا كيس معين يجي غالبا ما يظهر عند الانسان الاولدر اللي احنا نسميهم الكبار بالاعمار اللي هم فوق ال 60 سنه 65 وصاعدا او من ال 50 وفوق دائما. هاي شو يصير عندهم هذول باليورينري سيستم على حد سواء ذكور واناث؟ يصير عندهم فيلر، ماشي، فيلر يعني فشل، فشل كلوي او فشل بجهاز الادرار، احتباس، يصير عندهم بروستات تتضخم، مو معناها بس ورم سرطاني، لا مرات تتضخم هي هيك. فمرات يصير ورم بالحليب، يصير عنده احتباس الادرار، يعني ما يطلع الادرار. تخيل انت جسمك كله مالتك تشتغل صحيح وتطرح، لكن انت ما بيخرج هاي السموم من جسمك، ايش راح يصير بهذا؟ ايش راح يصير بالمريض هذا؟ وخصوصا ذول المقعدين اللي ما يقدر يقوم على رجله، يخلوا له هذا الكيس الجانبي، شايفين الاصفر، يثقبون المثانه بابره، احنا نسميها القنطره او القنطره، يثقبون المثانه مالته ويخلوا له، وبعد يسحب، ماشي، شايفين ذولا بالمستشفى؟ لا، التورم الرجلين مو زيادة اليوريا يا محمد، تورم الرجلين نتيجة لزيادة البروتين. محمد سلام، رجلين مورمة زيادة بالبروتين. إذا زيادة باليوريا قبل ينام بالحوض، جيب حوض ثلج وخليه بي، يعني راح يشوك يموت، يغمى عليه الإنسان ما يتحمل. يوريا مركب سام، قلت لكم اذا ما بي خلل، اذا بي خلل ما يخرج البروتين، راح يشدوا هاي القنطره حتى يسحب الاشياء الزايده، لان جهاز الادرار ما يخرج الاشياء الزايده، الكلى ادت وظيفتها وقالت انا ما لي علاقه بعد. الخلل جوا، اي هذول اللي ما يعرفوني ما عندهم خبره يقول لك زياده يوريا، ما اريد احكي على هالمشاكل. شوفوا قله المعرفه بالش. التورم بالرجلين شيء وزيادة اليوريا شيء، من طبيعة اليوريا يشلب وياها البروتين ضمن المركب التركيبة اللي موجودة بالمثان، فهو يقول لك يابا هو زيادة باليوريا،
أغلب كبار السن. نعم هسه احنا بعد احنا ما نريد ندخل التفاصيل عميقة، نريد نعطيكم رؤوس الأسطر. الفشل الكلوي هواي له أعراض، مرض كلوي وغيرها من الأعراض، عدم ارتياح، تقيؤ، غثيان، هاي الأعراض ماشي، لازم مراجعة فورية، وإذا الأمر تطلب تدخل جراحي وأشياء أخرى. مثل إحنا عندنا الأشياء الشائعة مثل الرمل والحصو بالأدرار، تحس نغزات بالكلى بالظهر بالجهة السفلى، نغزات هيك بسيطه، خصوصا في الفترات الطويله اللي ما يشرب مي الانسان، راح تتكون هاي البلورات الحامضيه والقاعديه حسب نوع طبيعه بي اتش الادرار مالتك، وراح تسوي عندك كريستالات. اذا استمرت ما تعالجت عواقبها مو حلوه ابدا، يعني حتى تسوي عندك اصابه يو تي اي، اصابه اليو تي اي يعني يورين تراكت انفكشن، اصابه القناه البوليه، المجال البولي، ويصير عندك البكتيريا تهاجم هذا المنطقه من تتجرح، يعني فد شيء مرتبط بشيء. احنا نسوي بس سلطنا الضوء على هالمنطقه حتى تعرفون. خلينا نعبر على الجزء الاخر من جهاز الادرار اللي هو شنو؟ المثانه. المثانه يقول لك هو عضو يشبه البالون بالشكل العام، هذا معنى شوفوها المثانه، ما بالك البالون العملية مال البالون، لا واحد هاي بعدين اسولف لكم عليها نتطرق لها، لكن هي تجويف عضلي مجوف. اذا المثانة هي شنو؟ المفروض ناخذها وين؟ من ضمن الجهاز العضلي، يعني هو هنا يقول لك عضو عضلي مجوف، واضح؟ يشبه البالون، بالضبط اسلام. هنا البلدر اند يورين بس ستور ذا يورين، شوف وظيفته هو عضلي يخزن الادرار ماشي من الكلى حتى يجهزها ويحصرها ويخرجها للخارج. اذا وظيفته البلدر شنو وظيفته؟ هاي وين ستور ذا يورين فروم كيدني اند كوندكت ات تو اكستيريور، حتى يهيئها ليخرجها خارج الجسم. هو هنا يصير الخلل مرات الكبار والحالات الخاصة، مثل شخص سوى عملية تعرض إلى ضربة بهذا المكان أو كبير بالعمر ماشي. زين شنو الناس سؤال يطرح نفسه، شنو النسيج اللي يمكن أو اللي يخلي المثانة تملك هاي القابلية خزن الإدرار؟ شنو النسيج تتخيلونه؟ هل هو ابيثيليال؟ لا مو ابيثيليال، لازم يكون عنده مرونه بالاستيعاب. وده يقول لك هنا الاحليل والمثانه تملك نفس التركيب الهيستولوجي النسيجي نفسه، لان هم السوى راح يشاركون بهاي العمليه. الجدران مالها تكون سميكه وتزداد بالسموك ترانزيشنال ابيثيليوم. شوف ترانزيشنال، احنا هذا قلنا عليه شنو الترانزيشنال؟ متحول احسنتم، او انتقالي. يعني تخيل ان انت هسه راح اقرب لكم الصوره وراح تفهموها. جيب لك قطعه مال شيء مطاطي، مثلا قطعه من تاير تشوب، حتى اقرب لكم الصوره. هاي القطعه شكلها مربع، لكن من تسحبها انت شلون يتحول شكلها؟ انتقل شكلها من كانت مربعة تحولت شنو؟ صارت مستطيلة. هذا التغير أو الانتقال أو التحول بالشكل مكن المثانة من استيعاب كميات كبيرة من الإدرار، لذلك سموه Transitional Epithelium، وبالتالي أيضا موجود ويا Loose and Connective Tissue، يعني النسيج الرابط اللوز وأنديس يعني الكثيف والمفكك، حتى يحافظ على الخلايا من تمتد ما تتهتك، يربطها يظل محافظ عليها. فهذني النسيجين هذني
اشتركا معا حتى يؤدن هاي الوظيفة. واضح هسه طلاب؟ واضح؟ هذا الحكي الآخر احنا ردنا قلب المعلومة دون ضرر. نعم. هو من يتمدد هذا النسيج راح المثانة تكبر بالحجم وتمتلئ بالإدرار. ماشي؟ هذا يشرح لك أنه موجودة بعض أنواع من الخلايا اللي مثل السكويموس سيل أيضا سوبرفيشال على السطح تكون حرشوفية. هاي الخلايا الأخرى الموجودة تساعد بخروج الإدرار إلى خارج الجسم. يعني من المثانة والإحليب. يعني مو بس إبيثيليوم تشيو، مو بس كونكتيف تشيو، مو بس المصل. يعني شيء عضوي عضلي العفو وخلايا سكويمس موجودة، هاي كلها تشارك. يعني أربع أنسجة موجودة عندك بهذا المثانة. حتى كلها تخرج الإدرار خارج الجسم. يعني تخيل أنت ما راح يصير عندك إخراج، شو راح يصير بيك؟ طبعا الحليب الأخير شيء يسمح، هذا وظيفته هنا باس ثرو ويل اوف ذا بلادر، يعني جزء منه ممتد داخل جدران المثانة وإجباريا يسحب يسمح بمرور الإدرار إلى الخارج وليس بصورة عكسية. يعني نحتوي على فالف، شنو وظيفة الفالف؟ يعني الصمامات الصغيرة بعدم رجوع الإدرار بصورة عكسية. يعني إذا رجع بصورة عكسية راح شيء يصير، ما سوينا شيء، زدنا الطين بلة. هسه واضح طلاب؟ واضح؟ جيد. يعني كل جزء انا ما اجي اقول لك لازم تحفظ هذا النص من هنا لهنا كما هو. انا وجهتك قلت لك اريد تركيب، اريد موقع، اريد وظيفه. تركز حتى لا تعب نفسك ولا هماني مثل ما يقولون احكي هواء في شبك. زين هنا اليورتر اللي هو اليورتر شنو؟ الحالب. ترى فرق عن الارثرة، اليورثرة الاحليل، هذا الحالب. الحالب يكون انت من الرسم تقدر تجاوبني، هذا الحالب شوفوا هنا بالوسط، هذا يربط بين الكلى والمثانة، مو صحيح؟ ليه سموه الحالب بالعربي او اليورتر؟ هل عنده معلومة؟ لا تقول لي هو يحلب المثانة، يحلب الكلية، لا. إنما هو بطبيعته متكامل بهالمكانين هذني، يربط الكلية والمثانة ويسهل من خروج الأشياء اللي أنت المفروض تطرحها خارج الجسم. مو بس ربط. واضح؟ احنا هنا اريدكم تفتهموا، ما اريدكم تسطرون احرف بدون ما تعرف انت شنو المطلوب منه. اوكي عرفت هو شنو شي يسوي لي، يعني يربط منه ومنه. زين هو شنو تركيبته؟ عباره عن تيوبات شفتوهم، اثنين انابيب، تيوبس ميد اوف سموث مسل فايبر، اذا الياف عضليه شنو؟ ملساء. اذا النسيج المكون للحالب الياف عضليه ملساء. شوف ذات بروب اليورين فروم كدني، ذاك شوف تجبر ان اليورين يخرج من الكلى الى المثانه، وهو ربط بين الكلى والمثانه.
هاي الأحجام والشكل، ما هذا، ما هذا اللي الطبيعي ينطوه، وأنتم ما لكم علاقة بهاي الأشياء. هاي اللي للطلع، باللون الأسود راح أسويها للطلع. ده يقول لك هذا مالت الطول 12، العفو 25 30 سنتيمتر، والعرض مالت القطر 4 مليمتر. يعني انت عايش على ذن الصندات، اذا انسدن امورك توقف. اليورثرة شنو؟ اللي هو احنا نسميه الاحليل، اخر جزء من الجهاز الادرار. احسنتم، اهم شيء هو هذا اخر شيء. زين، تنتبهون اكو دائما طلاب يصير عندهم خلل بالاحرف، يعني مشابهات هن، بس هنا تخلي تي، العفو اتش ار اي يتحول احليل، لكن الحالب دبل اي، احفظها، الحالب دبل اي، يرثر الاحليل، الحالب دبل اي. يعني الطلاب يصير عندهم خلط مرات ما ينتبه ويضيع عليه الدرجه. زين، هذا الاحليل بطبيعته شنو؟ انا هسه دا اقرا شنو طبيعته، شنو وظيفته، شنو النسيج المكون له. بطبيعته هو التيوب يحمل اليورين من المثانه. شوف، هو ما يربط شيء بشيء، لكن يحمل carry the urine from the bladder to exterior، يعني باخر جزء من جهاز الادرار، البوابة اللي تطلع لي او تسفر لي او تهجر لي اليورين هي منه؟ اليورثر الحليب، واشياء اخرى متعلقة بالذكور ماشي وبالاناث. هنا واضحة يمكن، لكن الحليل بالاناث مختلف عن الذكور. هنا أنا تركيبته the male urethra consists four parts، اجزاء شنية؟ شلون اخذنا فوق النفرون منين يتكون من اشياء وقنويات صغيره وكبيره واحليل، العفو، ومحفظه بومان. هنا الاخر جزء من جهاز الادرار راح يتكون لي من بروستاتيك ممبرنز بابلوبس وبنجلس. هاي المكونات الأربعة هي برمتها تعطيني الحليل في المير، وشارك بها جزء من الجهاز التناسلي، يكون قريب للمثانة قنوات حتى تنقل الإفرازات مال البروستات إلى هذه المنطقة. إذا هاي وظيفته، مو بس الإدرار، إفرازات الجهاز التناسلي طبعا، وهاي مكونات. هنا أنا جايك على الحليل بالنسبة للإناث، منطينك الحجم تقريبا، هذا ثابت بالنسبة له، تطرقنا على مو فد شيء لا تهمي، لكن النسيج مالته شنو؟ هنا أنا يختلف. ستراتيفيت سكويمس إبيثيليوم أو سيدو كولونر إبيثيليوم. ماشي، هاي الأنسجة الاثنين موجودة بالفيمال يورثرا. واضح؟ هنا بس يعني ذاك التركيبة ونوع النسيج والفرق، تسوون فرق مقارنة بين حليل الميلز اند الفيميلز حتى تعرف الفروقات وين تصير. هالسؤال اللي حكينا عليها قبل قليل راح نتطرق لها هنا بصورة واضحة، البنجين بروستاتيك هايبر بلاسيا. هذا أشهر الأمراض تصير عند الكبار بالعمر جدا، الكبار بالعمر جدا يعانون من عندها، احنا نسميها البي بي اتش. هاي مرات يكتبوها بورقه الطبيب الفاحص على يبدا صافي، شنو هاي البي بي اتش؟ يقول لك هي حاله في الرجال اغلب الاحيان تاثر على الغده البروستاتي، يصير بها تضخم ويتداخل مع وظيفه الادرار، يصير خلل. نشوف، يقوم مثلا الاحتباس يصير عنده، ما يطلع الادرار، هي تتضخم غده البروستات، هاي تتضخم.
يعني مرات يجوز من الجلوس لفترات طويلة أو الجلوس لفترات زمنية طويلة جدا، من يتحركها يصير عليها ضغط وتتورم. معناها مو ورم خبيث، لا، إلا يفحص، يروح يفحص ورم خبيث الانتيجينات مالتها، أكو فحوصات مناعية، ويشيك إذا زايد عند هذا الورم لازم يروح يسوي عملية. ما عنده يجوز عند البي بي اتش، هاي فقط علاج طبيعي الطب. ماشي. الكيدني ستونز كلكم مارين بهالحال، يعني شايفين الحالات الحصى بالكلى، يعني احنا نسميه تجمع هاي الاشياء البلورات من الكيدني، يعني هي مكان للتصفيه، فيصير بها تراكم من هاي الاشياء اذا ما خرجت بصوره صحيحه. لذلك يجي لهم دول عندهم مغزات او يصير عندهم ألم بهالمنطقة، يقول لهم اشربوا مي هواي حتى يخرج هذا الشيء، ويعطوهم هاي المواد المدررة ومواد تفتت الحصى داخل الكلى. اكو مواد تساعد على تفتيت داخل الجسم بدون عملية. واضح هاي بالنسبة للمرض الثاني. إذا الأمراض اللي أقول لك اللي تصيب اليورينري سيستم، واضح أول شيء هذا تضخم البروستات سميناه البي بي اتش. الثاني هو الحصى بالكلى، وهاي المساعد اللي قلت لكم عنها بروتين يوريا. يعني شنو بروتين يوريا؟ من اسمه بروتين، وثاني شيء يوريا يعني معناها عندك بروتين عالي بين باليوريا. هذا وجود كميات غير طبيعية من البروتين في الادرار معناها على فشل كلوي، رينال كيدني فيلر، رينال كيدني فيلر. بسبب شنو؟ انه الكليتين اثنين مو واحدة منهم او مرات واحدة، هي غير قادرة على تنظيم مستويات الماء والمواد الكيميائية في الجسم او تحريك الفضلات او هاي الشوائب اللي احنا نسميها من الجسم. من راح تبقى بالكلى راح تقوم تضرب النفرونات وتضرب الكلى وتأثر عليها. ايضا جماعة الكحولات، احنا نسميهم جماعة البلنجو، هذا المركبات الكحولية من تستمر تتراكم الجسم ما يقدر يتخلص من عندها بسهولة، راح تسوي لك خلل بهاي النفرونات، تسوي عنده تشمع. واضح. بروتين يوريا، كيدني ستون او البي بي اتش، هاي ثلاث امراض. عندك المرض الاخ ما يبعدكم انوستنس يورينري انوستنس، احنا نسميه سلس البول. هذا يكون عندهم فقدان للسيطرة على المثانة بصورة غير ارادية، يصير عنده تضرر لا ارادي. ماشي. الخلل بالمثانة، ماشي، يصير عنده تبول لا إرادي. إذن الخلل بالمثانة يعني هي بها الجزء العضلي، هي بها الجزء اللي يسيطر على النسيج المتحول، هو اللي يستوعب كمية الإدرار، هو اللي يتحكم بالنسيج العضلي الموجود بها، أيضا يساعدها. إذا فقد أحد هاي الأنسجة او صار خلل باي واحد من مكونات المثانة راح يصير عنده انستنس انفولنتري باسج يورين، يعني ادرار لا ارادي. المرض الاخير الله يبعدكم هذا عكس الاول، فلتريشن، هذا البلدر امبتي بروبلم. هذا شائع والعديد من الحالات يصير عدة تضرر وإدرار مو طبيعي ويخلي المثانة دائما فارغة، هم خلل بالمثانة، أما فقدان سيطرة أو ما يبقى ولا قطرة إدرار بالمثانة. ماشي. الفقدان بالسيطرة أما احتباس أو إخراج للإدرار هاي بالمثانة، الفقدان من فوق هنا alteration bladder empty problem، مباشرة تلقى المثانة فاضة، ماكو، كأنما الشغل واقف عنده. واضح؟ هاي الأمراض الأربعة. هسه المطلوب من عندكم شنو؟
مطلوب من عندكم، راح اسوي لكم هذا الجدول هسه قدامكم. اذا تشوفون هسه اذا بسوي شير للشاشة. هذا ملخص المحاضرة مال اليوم، أريد منكم الأسبوع القادم. ماشي؟ تسمعوني يا طلاب؟ هذا بغرضين، هم أنت تأخذ درجة عالية وهم أنت ملخص. أم أنت ماخذ درجة عالية مال نشاط أعمال السنة؟ وأم أنت ملخص المادة؟ الجدول شنو يتكون؟ هسه أنتوا راح تجاوبوني مو بس أنا أتكلم. قلنا منين يتكون اول شيء جدول؟ يلا اسم الجهاز، المكونات، النسيج، الوظيفة. ماشي؟ هنا أنا راح نكتبها الكومبل. تقدرون انتم تكتبوا، لكن حتى يصير واضح عندكم اذا تشوفون الصورة انا اذا اكتب كبرها لكم شوية. هذا اسم التركيب مثل البلدر. ماشي؟ مكونات الستركتشر منين متكونة؟ شنو النسيج بها؟ احنا نقول التشيو تايب اوف تشيو. واضح؟ فانكشن يعني الوظيفة مالته. اسم الجهاز نيم اوف سيستم. يعني مثلا المثانة نوع النسيج مثلا قلنا عليه ترانزيشنال ابيثيليا وظيفته ستورج ذا يورين. ويا جهاز موجود هذا هاي بجهاز اليورناري سيستم. واضح؟ وتملون. راح اطوخن لكم هنا. واضح شباب؟ أنا محاضرة اليوم. لا أنا ما أريد شكل ياسر. أنا أريد الستركتشر، هو الستركتشر. وين هي تايب أوف تيشو فانكشن، النيم مثلا البلادر. التايب أوف تيشو من ضمن التيشو. شنو النسيج؟ شنو وظيفته؟ وين يعني بيا جهاز؟ من تقول لي مثلا بالإضافة حاعرف أنا. يعني ممكن هن الاشكال مالتهن انها نقدر نضيفها مو اشكال، ضيفون. حتى هاي الورقه اضيف لكم اياها هسه على الكلاس وتصير عندكم مثل خارطه الطريق. اي مو يمي بالحاسبه بعد ما ناشر. ماشي يا اسراء؟